أهلا بيكم في إيجي فيجر ريفيوز تشانل. النهاردة هنعمل أنبوكسنج لزاد جوكر فروم زاك سنايدرز جاستس ليج 6 سكيل كولكتبل فيجر براند فلاش بوينت. أنا بفضل اللاين بتاع نايت مير جدا، فحقيقي أنا متشوق للفيجر ده بقالي كتير. يلا بينا نعمل أنبوكسنج. هنا في ظهر البوكس في باك جراوند دي للديسبلاي للتصوير، هي عجبتني جدا بصراحة. يلا بينا بقى نشوف الفوكس. هنا الطبقة الأولى الفجر، في طبقة تانية، الطبقة التانية فيها الأكسسوارز والستاند. يلا نشوفها. هنا الاكسسوارز، يلا نشوفهم دلوقتي واحدة واحدة بقى. يلا نبدأ بالكاول بتاع باتمان. كان في بعض الصور زاك سنايدر نشرها للجوكر وهو رافع الكاول بتاع باتمان. يلا بينا نشوف الهانز. دي للبورد والثانية للجم. يلا نشوف السمايلينج هيد. فوكس ديتيلز طبعا شرطين في الجنب دول. صراحة أنا بفضل الروتيت هير كاملة، هي الفيرجن التانية. يلا نشوفها. الهيدز ماجنتيك. الشعر ده عايز يتظبط طبعا، نظبطه في آخر الفيديو. نشوف الاكسسوارز. اول حاجه اللايف سايز كارد بتاعت الجوكر، طبعا دي النسخه ديلوكس فمعاها الفيست، هي دي اهم حاجه في الاكسسوارز بالنسبه لي طبعا، الماتيريال. وهنا البادج، خزنة الماشين جون بوليتس غرفة، وهنا نفس الكلام. هنبقى نشوف الفيست وهو بيتركب، وهنا الباجز بتاعت الظهر، السوستة شغالة. اوكي،
وده الماشين جان الخزنة، الديتيلز بتاعته رهيبة. يلا نشوف الديتيلز بتاعته كاملة، بس نأكد بيها أوي. وهنا السكوب، وهنا الماسك، الديتيلز بتاعته مش واضحة أوي، شدة الإضاءة ظبطها في الآخر. وهنا المسدس بتاع الجوكر شبه نسخة سوسايد سكواد. وهنا الهيد باند دي كان زاك سنايدر نشرها لبعض الصور للجوكر، وانا معرفش دي بصراحة هيد باند ولا دي، بس دي طبعا الستايل بتاعه. وهنا الكارد بتاعت الجوكر انا مش عارف اطلعها بصراحة. وهنا الستاند، كده خربنا كل حاجة. ويلا نشوفها بالتفاصيل.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو وتكتبوا كومنت. وبالمناسبة الفيجر لسه موجود من ستوك على ايجي فيجرز، هحط لكم اللينك في الديسكريبشن.